الحكومة تنفي نقل ملكية حديقتي الحيوان والأرمان لأي جهة أو دولة، وتؤكد أن التطوير يستهدف إعادة الحديقتين لسابق وضعهما. ألمانيا لا تستبعد تسليم دبابات ثقيلة لدعم القوات الأوكرانية، وإيطاليا تبحث تزويد كييف بأنظمة دفاعية. في ظل تصاعد الإضرابات العمالية، سوناك يتعهد بالعمل على خفض معدلي الدين العام والتضخم في بريطانيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكدت الحكومة عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرمان، مشددة على أن الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة. وفي هذا الصدد أشارت الحكومة إلى أن الحديقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر، مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات. وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق لتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. شدد المركز على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، مناشدا العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. نشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وجدد مدبولي التأكيد على أهمية دور المبادرة الرئاسية في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء إلى جانب خفض غازات الاحتباس الحراري. وأوضح التقرير أن ما تم زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة العام المالي الحالي وصل إلى نحو 635,000 شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 24 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء
بمضبوطات بلغت 8274 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,257,171 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,242 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت أكثر من 4,231.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 219 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 92.5 طن، وضبط 23 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 79.5 طن أرز أبيض، وكذلك ضبط 4,919 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 283.5 طن دقيق بلدي. كما تم ضبط 18 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 137.5 طن سلع غذائية متنوعة وما يزيد على 55 طن دقيق أبيض، وضبط قضيتين بيع بأزيد من السعر للأعلاف بمضبوطات بلغت 7 طن أعلاف حيوانية، وضبط 26 قضية غش أعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 96 طن أعلاف حيوانية، وضبط 18 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية بمضبوطات بلغت ما يزيد على 639 طن أعلاف حيوانية وداجنة و15 طن أسمدة زراعية، وتم ضبط 303 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت حوالي 75 طن سلع غذائية متنوعة وأكثر من 46.5 طن دقيق أبيض. كما تم ضبط 56 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت حوالي 26 طن سلع مدعومة متنوعة وأكثر من 7.5 طن دقيق بلدي وما يزيد على 35.5 طن أسمدة زراعية مدعمة، وتم ضبط 2824 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية. كما تم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 25 طن أسمنت و50 طن حديد تسليح. كما تم ضبط 41 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 603 طن أرز شعير، وضبط 455 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت 1,283 طن أرز شعير. كما تم ضبط 293 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 22,818 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 634,689 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 433,816 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,452 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 136 سائقا منهم. كما تم المرور على 113 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 729 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 559 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة 24 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 471 سيارة و49 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية،
تم ضبط 4461 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ، والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 817 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 828 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 2293 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 2712 مخالفة ملصقات، و44 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2127 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79,195 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 60,812,064 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 265 قضية، من بينها 142 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 123 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 50 قضية بقيمة مالية بلغت 142,559,716 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2141 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,972,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,239,120 جنيه. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 505 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 313 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 62 طن. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 237 طنًا. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 13 طنًا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 369 قضية، من بينها 120 قضية خبز نقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات 17 طنًا. تواصل الحكومة جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. تتابع الحكومة يوميا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وبتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، خاصة في ظل الاستعداد لشهر رمضان المعظم.
تواصل الحكومة جهودها من خلال كافة الوزارات المعنية في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني وما ترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد. وتتابع الحكومة يوميا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في المواني وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ومراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي وكذا الأدوية والمواد البترولية والوقود وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية. كما تتخذ الحكومة إجراءات إضافية استعدادا لشهر رمضان من خلال الحرص على توفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية وبأسعار مناسبة بكافة المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، ومنها ما يتعلق بمبادرات كلنا واحد وأهلا رمضان وغيرها من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء مصر. كما تقوم الحكومة بعمل تنسيق كامل بين الوزارات المعنية وكذا اتحاد الغرف التجارية لتوفير أكبر عدد من المنافذ، والتي وصلت حتى الآن إلى 200 شادر ومنفذ على مستوى المحافظات، حيث ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة. وتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف والاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى والتي خصصت بالفعل ركنا في تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة ضمن هذه المبادرات الخاصة بتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة. أعربت مصر عن تعزيها للسنغال في ضحايا حادث مروري أودى بحياة أكثر من 40 شخصا، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية تضامن مصر مع السنغال حكومة وشعب الشقيق وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الجيش العراقي مر بتحديات ومنعطفات حاولت كسر إرادته، مشيرا إلى أن أولويات البرنامج الحكومي رفع قدرات الجيش وتطوير الأسلحة القتالية. خلال مشاركته حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى، قال السوداني إن مسيرة الجيش متواصلة لتأمين السيادة الكاملة للبلاد والوقوف مع الدستور والعملية الديمقراطية، وأكد أن البرنامج الحكومي أولى أهمية لرفع قدرات الجيش والعمل على التطوير التكنولوجي والميداني للأسلحة القتالية وإشراك القادة والضباط في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية. أسقطت الدفاعات العراقية طائرة مسيرة أثناء تحليقها فوق قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية، وأوضحت مصادر لوكالة رويترز أنه لم يتضح بعد إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات، فيما لم ترد أنباء عن أضرار أو ضحايا. أعادت السلطات العراقية فتح المنطقة الخضراء في محاولة لتخفيف الازدحام المروري بالعاصمة، وذلك بعد إغلاقها وإعادة فتحها عدة مرات في السنوات الأخيرة. أزالت السلطات العراقية نقاط التفتيش وفتحت الطرق والأنفاق الرئيسية بالمنطقة الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة. قال مسؤولون أمنيون عراقيون إن ذلك سيسمح للسيارات بالمرور عبر المنطقة، بينما سيتم حظر الشاحنات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربة انتقامية وقضت على أكثر من 600 عسكري أوكراني ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار روسية في ماكيفكا قبل أسبوع. أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن منظومات الاستطلاع الروسية كشفت خلال الساعات 24 الماضية عن قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتوريسك، وذلك قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق واستهدافها بقصف صاروخي.
ردا على الهجوم الذي شنته أوكرانيا في الدقائق الأولى من العام الجديد على موقع الانتشار المؤقت لأفراد عسكريين روسيين بالقرب من ماكيفكا في منطقة دونيتسك، فقد نفذت القوات الروسية عملية انتقامية، وخلال 24 ساعة الماضية تم القضاء على 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي مكثف على منطقة كراماتورسك، بعد أن اكتشفت المخابرات الروسية وتأكدت بشكل موثوق من وجود نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في تلك المنطقة. قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أعادت 50 عسكريا روسيا أسيرا بعد مفاوضات. وأضافت الدفاع الروسية أن الجنود المفرج عنهم سينقلون جوا إلى موسكو لإعادة تأهيلهم طبيا ونفسيا. ومن جانبها أكدت أوكرانيا المعلومات وقالت إن روسيا أفرجت أيضا عن 50 عسكريا أوكرانيا في سياق الاتفاق ذاته. أعلنت أوكرانيا قصف القوات الروسية مدينة دونيتسك وعدد من المناطق من بينها نيكوبول وكوبيانسك، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير عدد من المباني السكنية والأراضي الزراعية. ذكرت الإدارة العسكرية لإقليم دانوبر بتروفاسك جنوب أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول التابعة للإقليم مرتين بالقذائف والمدفعية الثقيلة. قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفا روسيا لمناطق بشرق أوكرانيا أسفر عن مصرع شخص واحد على الأقل، وذلك بعد أن أنهت موسكو وقفا لإطلاق النيران أعلنته بمناسبة عيد الميلاد. وقال الكرملين إن موسكو ستمضي قدما في عملياتها العسكرية. من جديد عادت أصوات القنابل والمدافع وأجراس الإنذار تدوي في أوكرانيا بعد انتهاء احتفالات أعياد الميلاد، لتستمر المعارك على الأرض والكر والفر بين القوات الروسية والأوكرانية. مسؤولون أوكرانيون قالوا إن قصفاً روسياً أصاب مناطق في شرق وشمال أوكرانيا بعد أن أنهت موسكو وقفاً لإطلاق النار أعلنته بمناسبة عيد الميلاد، وتعهدت بمواصلة القتال حتى الانتصار على جارتها. من جانبها قالت القوات الروسية إنها صدت خلال الساعات 24 الماضية عدداً من الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا، وإنها قتلت العشرات من جنوده. بالتوازي يتواصل الدعم الغربي لكييف، حيث أعلنت الولايات المتحدة حزمة قال البيت الأبيض إنها ستشمل مدرعات من طراز برادلي وناقلات جنود مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع. جاء ذلك بعد إعلان ألمانيا إرسال 40 مدرعة من طراز ماردر إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من عام 2023 في أول إعلان لعملية تسليم ملموسة لهذا النوع من المعدات. وتعتبر إمدادات الأسلحة الغربية ضرورية لكييف، وقد مكنتها خصوصا من تنفيذ هجوم مضاد فعال أبعد القوات الروسية من منطقة خاركيف في الشمال الشرقي ومن مدينة خيرسون في الجنوب. وتجمدت الجبهة إلى حد كبير بفعل فصل الشتاء، لكن أوكرانيا عبرت عن خوفها من هجوم روسي جديد. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إن بلاده لا يمكنها استبعاد تسليم دبابات ليوبارد لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل. يأتي تعليق هابك بعد يومين من إعلان ألمانيا اعتزامها تسليم أوكرانيا نحو 40 مركبة مشاة قتالية متطورة من طراز ماردر قبل نهاية مارس القادم، وهو قرار قال هابك إنه جيد وطال انتظاره. قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إنه لم يتم بعد بدء حوار مع فرنسا بشأن إرساء أنظمة دفاعية تكون بمثابة درع جوي لأوكرانيا. وأضاف تاجاني أن هناك حاجة كبيرة للعمل من أجل السلام في أوكرانيا، لكنه أوضح أن كل الإشارات لا تعطينا سببا للتفاؤل، مشيرا إلى أن هناك الكثير من اللاعبين الدوليين الذي يمكنهم إحداث فرق على المستوى الدبلوماسي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن مينسك وموسكو ستجريان بدءا من الأسبوع المقبل تدريبات طيران مشتركة للفرق الجوية لكلا البلدين. أشارت الدفاع البيلاروسية في بيان لها إلى وصول الفرق الجوية الروسية إلى البلاد، وأوضحت أن التدريبات ستستمر من 16 يناير الجاري حتى 1 فبراير المقبل، وستشمل جميع المطارات ومناطق التدريب الخاصة بالقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في بيلاروسيا. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن تراجع التضخم ليس مضمونا هذا العام، وإن حكومته يجب أن تكون منضبطة لضمان هبوطه. وتعهد سوناك بخفض معدل الدين العام ومعدل التضخم في بريطانيا في ظل تصاعد الإضرابات العمالية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الظروف العمل. حسناً، فيما يتعلق بالتضخم نتوقع أن ينخفض المعدل بمقدار النصف بحلول نهاية العام. لا يحدث ذلك تلقائياً، لكنه يحدث بسبب الخطط التي وضعناها. فيما يخص الأجور، نجري محادثة حول أجر عمال الرعاية الصحية، كما نعمل على تلبية أهداف التضخم وتخفيف عبء تكلفة المعيشة. علينا كحكومة أن نستمر في الانضباط واتخاذ القرارات الصحيحة والمسؤولة من أجل خفض التضخم. شهدت بريطانيا أحداثاً سياسية مضطربة جعلتها تشهد تغييراً في حكومات عدة. فبعد أن استقال رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون بسبب ضغوط من حزب المحافظين، فجرتها قضية حفلات فترة الإغلاق. جاءت لستراس لتشهد بريطانيا تخبطات اقتصادية أكبرتها على الاستقالة. وأخيراً فاز ريشي سوناك برئاسة الوزراء بعد أن انسحبت بيني موردانت من هذا السباق. المزيد مع زميل محمد عبد الله. أهلا بكم. شهدت بريطانيا خلال عام 2022 سلسلة من الأحداث السياسية والاقتصادية المضطربة التي أدت في نهاية المطاف إلى تغيير في منصب رئيس الوزراء لأكثر من مرة، بدأت باستقالة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون ثم خليفته لستراس التي استقالت بعد 45 يوما فقط من منصبها. نستعرض معكم أبرز تلك المحطات. في 26 يونيو عام 2022 كانت بداية الاستقالات في حكومة بوريس جونسون، حين أعلن وزير الصحة سابقا مات هانكوك استقالته بعد خرقه قواعد التباعد الاجتماعي لفيروس كورونا. بعد أكثر من أسبوع وتحديدا في 5 يوليو كانت البداية الفعلية للاستقالات التي عصفت بحكومة بوريس جونسون، عندما أعلن وزير الصحة ساجد جاويد استقالته من منصبه. وبعد لحظات أعلن وزير المالية سابقا ريشي سوناك استقالته من المنصب. وفي رسالتهما أكد الوزيران أنهما لن يستطيعا البقاء والأداء في منصبهما. في اليوم التالي وهو 6 يوليو أعلن أعضاء جدد في الحكومة البريطانية استقالتهم، ما زاد الضغوط على جونسون. ويتعلق الأمر بكل من وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينيس، الذي أوضح أنه لم يعد أمامه خيار بعدما نقل بحسن نية معلومات حصل عليها من مكتب جونسون تبين لاحقا أنها خاطئة، إلى جانب مساعدة وزير الدولة لشؤون النقل لولا تريت. ثم استقال بعدهما كل من وزيرة العدل فيكتوريا إتكنز ووزير الإسكان مايكل جوف من الحكومة. بعد سلسلة الاستقالات هزت أركان الحكومة وضغوط كبيرة تعرض لها من أعضاء حزب المحافظين. لم يعد أمام بوريس جونسون سوى تقديم استقالته ليعلن بالفعل تخليه عن منصب زعيم حزب المحافظين في 7 يوليو، لكنه ظل في منصب رئاسة الوزراء حتى اختيار زعيم جديد للحزب. أما السبب الرئيسي في تلك الاضطرابات التي عصفت بالحكومة البريطانية فكانت خروقات تتعلق بفترة الإغلاق أثناء جائحة كورونا، وهي ما عرفت بحفلات داونينج ستريت. في 5 سبتمبر فازت ليستراس التي كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية بزعامة حزب المحافظين الحاكم لتصبح ثالث رئيسة للحكومة في تاريخ بريطانيا. في
في 23 من الشهر نفسه أعلنت الحكومة عن خطة موازنة تقوم على الاقتراض وخفض الضرائب التي لاقت انتقادات واسعة، خاصة بعد هبوط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار، لتعلن الحكومة في 3 أكتوبر تراجعها عن خطتها لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل. بعدها اتخذت تراس قرارات في محاولة للسيطرة على الوضع الاقتصادي، فأقالت وزير الخزانة كواسي كوارتينغ وعينت جيرمي هانت خلفا له. في 19 أكتوبر ألقت رئيسة الوزراء ليز تراس خطابا أمام البرلمان اعتذرت خلاله عن ارتكابها أخطاء، لكنها أكدت نجاحها في وضع سقف أسعار فواتير الطاقة. وبعد ضغوطات واسعة لقتها من داخل حزب المحافظين نفسه، أعلنت تراس في 20 أكتوبر استقالتها من رئاسة الحكومة بعد 45 يوما من توليها المنصب. في 24 أكتوبر أصبح ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين بعد انسحاب منافسته بيني موردنت زعيمة الأغلبية المحافظة في مجلس العموم. وألقى سوناك بيانا قصيرا من داخل مقر الحزب متعهدا فيه تقديم المساعدة للشعب البريطاني، لكنه حذر من أنها تواجه تحديات اقتصادية عميقة. في اليوم التالي سمى الملك تشارلز سوناك رئيسا للحكومة. تلك هي أبرز الأزمات التي مرت بها المملكة المتحدة حتى استقرت في نهاية المطاف على سوناك لإدارة بريطانيا في مواجهة العديد من الأزمات كالأزمة الأوكرانية وأزمة التضخم. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 4700 شخص تظاهروا أمس بدعوة من حركة سترة الصفراء في باريس وتولوز وستراسبورغ. وذكرت الداخلية أن هذه التظاهرات تأتي للتنديد بسياسة إصلاح نظام التقاعد المستقبلي والتضخم، وللمطالبة بإصلاح المؤسسات. وحركة سترة الصفراء هي حركة احتجاجات شعبية ظهرت في مايو عام 2018، ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول شهر نوفمبر من نفس العام، حيث تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا للمطالبة بعدم رفع الضريبة على أسعار الوقود والبنزين، ثم مجموعة من المطالب الأخرى الاجتماعية والسياسية. توقع بنك جي بي مورغان أن ينمو الاقتصاد الأسترالي بنسبة 1% تقريبا خلال العامين المقبلين، وذلك بدعم من توافد الطلاب والسياح الصينيين إلى البلاد. أكد البنك أن عودة الوافدين من الصين بشكل تدريجي إلى مستويات 2019 قد تعزز الناتج المحلي تعززه بنسبة 0.5%، نظرا لأن الصين تعد أكبر مستهلك لقطاعات السياحة والتعليم الأسترالية. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال إن التواصل مع الأسواق والتفسير الدقيق سيكونان جزءا من الاعتبارات المتعلقة بالسياسة النقدية اليابانية خلال الفترة المقبلة. تأتي التصريحات بعدما سببت تصريحات محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا صدمة للأسواق الشهر الماضي بتصريحاته التي قال فيها إنه سيسمح برفع عوائد السندات اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 0.5%، ما يشكل ضعفي العائد المرتفع السابق والذي يبلغ 25%. أنهت شركة الخطوط الجوية الأمريكية أمريكان إيرلاينز خدماتها الجوية، وذلك في 3 مدن أمريكية بسبب نقص الطيارين وانخفاض الطلب. وتشغل هذه الشركة ما يزيد عن 5000 رحلة جوية عالميا يوميا، فيما يبلغ إجمالي الرحلات الجوية التي تغادر المدن الثلاث نحو 8 رحلات فقط. ومنذ بداية جائحة كورونا أنهت الشركة خدماتها في 19 مدينة أمريكية. نشرة 9 تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بايدن يبدأ بزيارة للمكسيك لبحث قضايا الهجرة والحدود، ومظاهرات في انتظاره.
أهلا بكم مجددا. بدأ المسافرون في التدفق عبر المعابر البرية والبحرية من هونغ كونغ إلى الصين بعد فتح بكين الحدود المغلقة منذ بداية جائحة كورونا قبل 3 سنوات. وتضمنت الإجراءات الصينية إنهاء مطالبة المسافرين الوافدين بالخضوع لحجر صحي، لكن لا يزال يتعين على المسافرين من هونغ كونغ للصين تقديم اختبار سلبي لكورونا في غضون 48 ساعة من رحلتهم. بدأت في الصين أولى أيام تشان يون، وهي فترة سفر تمتد إلى 40 يوما قبل حلول رأس السنة القمرية الجديدة. تنتشر المخاوف في الصين وعلى الساحة الدولية من تفشي خطير لفيروس كورونا في البلاد، وذلك مع بدء حركة تنقلات السكان السنوية الواسعة فيما يمكن وصفه بأكبر هجرة بشرية سنوية في العالم. بدأت في الصين أيام تشان يون، وهي فترة سفر تمتد لأربعين يوماً قبل حلول رأس السنة القمرية الجديدة، ما يزيد المخاوف من تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر. عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ رسمياً في 21 يناير الجاري ستكون الأولى منذ العام 2020 بدون قيود على السفر محلية. وعلى مدار الشهر الماضي شهدت الصين تحولاً في نظام صفر كوفيد بعد احتجاجات غير مسبوقة ضد سياسة شملت اختبارات متكررة وقيود على الحركة وعمليات إغلاق واسعة، مما ألحق أضراراً جسيمة بثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويأمل مستثمرون في أن تؤدي إعادة الفتح في نهاية المطاف إلى إنعاش اقتصاد تبلغ قيمته 17 تريليون دولار، ويعاني من أدنى معدل نمو له منذ ما يقرب من نصف القرن. لكن التغيرات المفاجئة جعلت العديد من السكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة عرضة للفيروس ولأول مرة، ما تسبب في موجة من العدوى ضغطت على بعض المستشفيات. وتوجد مخاوف واسعة من أن الهجرة الكبيرة للعمال في المدن إلى مسقط رأسهم ستؤدي إلى انتشار العدوى في البلدات الصغيرة والمناطق الريفية الأقل تجهيزاً بالخدمة الطبية مثل الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي. استقبلت شنغهاي أكبر المدن الصينية أول رحلة طيران دولية لها بعد تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا، ووصلت الرحلة إلى مطار شنغهاي الدولية قادمة من مدينة أوكلاند النيوزيلندية وعلى متنها أكثر من 280 راكباً. ومن المتوقع أن يستقبل مطار العاصمة الدولية الرئيسية في بكين 8 رحلات جوية من الخارج. يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أول زيارة رسمية له للحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك. من المقرر أن يزور بايدن مدينة الباسو بجنوب تكساس، حيث تظاهر المئات من المهاجرين بسبب ما اعتبره سياسة متشددة من الولايات المتحدة تجاههم من خلال إغلاق المعابر الحدودية غير القانونية. وفي أعقاب زيارة جنوب تكساس سيتوجه بايدن إلى المكسيك لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع نظيره المكسيكي لوبيز أوبرادور، الذي يشارك معه الثلاثاء في قمة ثلاثية إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. اقتحم مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جير بولسونارو مقرات السلطات الرئيسية في برازيليا،
وهي مبنى الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانا ليتو الرئاسية. يحتج هؤلاء المتظاهرون على عودة اليسارية لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل الأسبوع الماضي بعدما تقدم على بولوسارنو، وذلك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 من أكتوبر الماضي. قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بعثة حلف شمال الأطلنطي في كوسوفو رفضت طلبا مقدما من الحكومة الصربية لإرسال ما يصل إلى 1000 فرد من قوات الجيش والشرطة إلى كوسوفو، وذلك في أعقاب سلسلة من الاشتباكات بين الصربي وسلطات كوسوفو. وكانت صربيا قد طلبت نشر قوات في كوسوفو الشهر الماضي خلال موجة من الاشتباكات بين سلطات كوسوفو والصرب في المنطقة الشمالية التي يشكل الصرب الأغلبية فيها، وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء حرب التسعينيات. ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي فإنه قد يسمح لصربيا بنشر جنودها عند المعابر الحدودية والمواقع الدينية المسيحية الأرثوذكسية والمناطق ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو شريطة موافقة بعثة حلف شمال الأطلنطي. أجرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات المظلات بالجيش الأمريكي والبريطاني والأسترالي. شارك حوالي 1000 من الجندي من اللواء الأول المحمول جوان في اليابان في التدريبات التي تقام سنويا في يناير. كما حشدت المناورات 20 طائرة بما في ذلك طائرة النقل C-130 وطائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى العشرات من المركبات العسكرية. تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا صالونا نقاشيا حول دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسية، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني. يتناول الصالون مجموعة كبيرة من المحاور، منها قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسية وآليات دمج المفرج عنهم والعقبات والتحديات التي تلاقي المفرج عنهم، إضافة إلى تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان في إطار مخرجات لجنة العفو الرئاسية ورؤية الدولة. شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إطلاق مبادرة أحياء المسرح المدرسي التي دشنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العرض المسرحي تقدر، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي المتحدة للخدمات الإعلامية. العرض المسرحي شهد مشاركة 7 طلاب من أصحاب المواهب الفنية من المدارس المصرية، وتناول رحلة لإلهام الطفل المصري على إيجاد حلمه الخاص والسعي لتحقيقه. كما ناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل الهوية وتاريخ الحضارة المصرية وأهمية تعريف الطفل المصري بالنماذج المشرفة والملهمة. خطوة غير مسبوقة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة يقدمها مستشفى سوهاج الجامعي الجديد الذي افتتحه الرئيس السيسي خلال زيارته للمحافظة، حيث توفر هذه المستشفى خدمات طبية وذلك من خلال وحدات علاجية نوعية حديثة في عدة تخصصات نوعية كانت تحتاجها المنظومة الطبية بمحافظة الصعيد. جهود حثيثة تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية في جميع محافظات الجمهورية ومن ضمنها محافظات الصعيد، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. ويأتي مستشفى سوهاج الجامعي الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الأخيرة لمحافظة سوهاج ضمن تلك الجهود، ويمثل إضافة قوية للمنظومة الطبية بمحافظات صعيد مصر، حيث يوفر خدمات طبية من خلال وحدات علاجية نوعية حديثة في عدة تخصصات نوعية كانت تحتاجها المنظومة الطبية بمحافظات الصعيد. مستشفى مدعوم ب 53 عيادة خارجية و 16 غرفة عمليات كاملة التجهيز، به أيضا مبنى تعليمي مكون من دورين، في كل دور فيه
مدرج وعدد 5 فصول دراسية للطلاب، نستطيع من خلال تقنية الفيديو كونفرنس نقل ما يجري داخل غرف العمليات للتعلم للطلاب من طلاب كلية الطب. أيضا نستطيع استقبالهم في العيادات الخارجية للتدريب على كيفية تشخيص الأمراض وعلاجها. المستشفى الجامعي التعليمي الجديد يضم 16 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات المتطورة طبياً، كما توجد 4 غرف مناظير جراحية مختلفة، فضلاً عن غرفتين للولادة القيصرية و4 غرف للولادة الطبيعية. المستشفى تتكون من مبنى رئيسي على مسطح 5000 متر، تتكون من دور أرضي وأول وعلوي، وأول علوي، ثاني علوي، ثالث علوي، ورابع علوي. الدور الأرضي يتكون من قسم الطوارئ وقسم الأشعة ومطبخ مركزي وتعقيم مركزي ومغسلات الموتى. أما الدور الأول يتكون من قسم الغسيل الكلوي وقسم المعامل المركزية وعيادات الخارجية. الدور الثاني يتكون من مناظير جراحية وعيادات خارجية. والدور الثالث يتكون من حضانات مبتسرين وولادة وغرف إقامة. أما الدور الرابع يتكون من قسم العمليات والرعاية المركزة. مستشفى سوهاج الجامعي يضم 300 سرير بالإضافة إلى المبنى التعليمي المطور الملحق بالمستشفى، حيث وفرت الجامعة 300 طبيب مقيم في المستشفى، ويصل عدد الأساتذة إلى نحو 965 طبيبا ما بين مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ واختصاصي. والآن نتعرف على أهم أنباء الاقتصاد في نشرة التاسعة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا فكري وشكرا ريهام الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. قالت مدير منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قالت إن البنك هو الشريك الأساسي لمصر فيما يتعلق بمحور الطاقة بمنطقة وبمنصة نوفي، والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار لتمويل مشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء خلال 5 سنوات قادمة. أضافت أن الدعم المقدم إلى منصة نوفي ينقسم إلى 1 مليار دولار لمشروعات طاقة الرياح الجديدة والتي ينشئها القطاع الخاص، و300 مليون دولار لتحسين شبكات الطاقة الحكومية من خلال تمويلات طويلة الأجل لتوصيل شبكات الكهرباء. أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية للنفط اعتزامها استثمار أكثر من 30 مليار دولار في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات، لا سيما الغاز الطبيعي. أضافت الشركة أن هذه الاستثمارات سوف تساهم في تحسين أمن الطاقة وإمداد السوق العالمية بشكل موثوق، مشيرة إلى أنه تم رصد أكثر من 7 مليارات دولار لمشاريع التكرير والبتروكيماويات وتسييل الغاز الطبيعي. تباينت مؤشرات أسواق المال الخليجية في ختام تداولات اليوم مع استقرار أسعار النفط في آخر تداولات رسمية. وفي السعودية ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.5%، أما في الكويت فقد صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37%، كما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.37%. في المقابل تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.26%، وهبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.72%. انتهت هذه الوقفة الاقتصادية. مشاهدين الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى مع ريهام ودينا. شكرا لك مصطفى ميزار. قام أكثر من 25 ألف شخص بزيارة السفينة لوغوس هاب، أكبر معرض عائم للكتب في العالم، فيما يتوقع أن تصل أعداد زائري المكتبة إلى أرقام غير مسبوقة، حيث تواصل السفينة استقبال ضيوفها لمدة 20 يوما. أكبر معرض عائم للكتب في العالم، السفينة لوغوس هوب ترسو بمدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط. راست السفينة قبالة سواحل المدينة يوم الخميس الماضي وسط ترتيبات واستعدادات لتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للزائرين للخروج بهذا الحدث العالمي بشكل مشرف. أكثر من 25 ألف شخص قاموا بزيارة السفينة حتى تاريخه، فيما يتوقع أن تصل أعداد زائري المكتبة إلى أرقام غير مسبوقة، حيث تواصل لوغوس هوب
الطب استقبال ضيوفها لمدة 20 يوما، ويضم المعرض العائم مجموعة من الكتب عن العلوم والطب والرياضة واللغات وكتب الأطفال. وهذه هي المرة الثانية التي تتوقف فيها السفينة في مصر، حيث رست لوجوس هوب في مصر لأول مرة في عام 2010، وكانت آخر محطة للسفينة في لبنان. ومن المقرر أن تبحر إلى الأردن بعد اختتام زيارتها لمصر. وهناك أكثر من 300 متطوع من 60 دولة يعملون على متن السفينة التي تبحر محملة بالكتب منذ عام 2009. والآن وقفة مع أخبار الرياضة نتابعها ونعود مرة أخرى مع مصطفى ميزار. إليك من جديد، شكرا ريهام وشكرا دينا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في محطتنا الثانية، استعرضوا فيها أحوال الكرة محليا وعالميا. حصدت البعثة المصرية للسكواش والمشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين أول 3 ميداليات ذهبية، وذلك في منافسات تحت 11 عاما وتحت 13 عام. وجاءت الميداليات الثلاث عن طريق تاليا شريف وحازم ثروت وحبيبة رزق. أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن حصول الاتحاد السكندري على بطولة السوبر بعد تنازل الأهلي عن حقوقه في المباراة. أوضح اتحاد السلة أن مجلس الإدارة وافق على طلب الأهلي بالتنازل عن أي حقوق للنادي في بطولة كأس السوبر لموسم 2021-2022، مهديا اللقب لجماهير الاتحاد السكندري. خسر الإسماعيلي من مضيفي حرس الحدود بهدفين نظيفين في الجولة 12 من الدوري الممتاز. أوقفت الخسارة رصيد الإسماعيلي عند 7 نقاط في المركز الأخير، بينما صعد حرس الحدود إلى المركز 15 برصيد 10 نقاط. فاز المقاولون العرب على مضيفي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري الممتاز، ورفع هذا الفوز رصيد المقاولون العرب إلى 18 نقطة في المركز 5، بينما تراجع طلائع الجيش للمركز 11 برصيد 13 نقطة. تغلب فاركو على مضيفي سموحة بهدفين مقابل لا شيء في الدوري الممتاز أيضا، وبهذا الانتصار رفع فاركو رصيده إلى 12 نقطة في المركز 12، بينما تجمد رصيد سموحة عند 10 نقاط في المركز 14. سيطر التعادل السلبي على مباراة أسوان ومضيفي البنك الأهلي في الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى 16 نقطة في المركز 8، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز 12. أوروبيا تأهل مانشستر سيتي للدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزي على ضيفي تشيلسي 4 أهداف دون رد في الدور الثالث من المسابقة. جاءت رباعية مانشستر سيتي عن طريق كل من رياض محرز بواقع هدفين وجوليان ألفرز وبيل دوين. انتهت جولتنا الرياضية مشاهدين الكرام، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة، ونعود لاستكمالها مع ريهام ودينا. شكرا مصطفى. ضرب طقس شديد البرودة العاصمة الروسية موسكو، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 26 درجة تحت الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع. تم إغلاق حلبة التزلج على الجليد الشهيرة في الميدان الأحمر، وذلك بسبب درجات الحرارة المتجمدة، ولا يتوقع إعادة فتحها حتى الثلاثاء القادم، حيث من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى ما يصل إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر، وذلك وفقاً لمكتب الأرصاد الجوية الروسي، فإن درجات الحرارة أقل بنحو 16 درجة من المعتاد في هذا الوقت من العام.
ونتابع مرة أخرى أهم أنباء الطقس في نشرة التاسعة. ووقفة أخيرة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا من جديد وشكرا ريهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة والتي فرضت نفسها وبقوة من خلال دقائق. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة. فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 18 درجة والصغرى 12 درجة، يكون الجو فيها مائل للبرودة. في الأسكندرية 19-13 مائل للبرودة، في مطروح 18-13 مائل للبرودة، في بورسعيد 19-13 مائل للبرودة، في الإسماعيلية 19-12 مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 20 درجة والصغرى 12 درجة مائل للبرودة، في العريش 18-12 مائل للبرودة، في طابة 18-10 مائل أيضا للبرودة، في شرم الشيخ 23-15 معتدل، في الغردقة 23-16 الجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 21 درجة والصغرى 9 درجات والجو فيها معتدل، في أسوان 22-10 الجو فيها معتدل، في الوادي الجديد 20-9 الجو فيها أيضا معتدل، في شلاتين 25-15 معتدل، وأخيرا في حلايب 23-14 الجو فيها معتدل. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. الآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الحكومة تنفي نقل ملكية حديقتي الحيوان والأرمان لأي جهة أو دولة، وتؤكد أن التطوير يستهدف إعادة الحديقتين لسابق وضعهما. ألمانيا لا تستبعد تسليم دبابات ثقيلة لدعم القوات الأوكرانية، وإيطاليا تبحث تزويد كييف بأنظمة دفاعية. في ظل تصاعد الإضرابات العمالية، سوناك يتعهد بالعمل على خفض معدلي الدين العام والتضخم في بريطانيا. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة مازال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور زكادينا زكريها، عاملين إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. نطور حديقة الحيوان وحش، نسيبها وحش، لأنه أكيد هيبقى فيه نشطاء أنقذوا حديقة الحيوان، فهيبقى لو اتطور وحش مش وقته، ولو ما اتطورتش أنقذوا حديقة الحيوان. نعمل إيه طيب؟ أنت عارف هو لازم يبقى فيه كده إيه اللي هو تشكيك في كل حاجة، سواء عملت أو ما عملتش هو لازم يبقى فيه تشكيك. فالحل الوحيد إن إحنا بناخد المعلومات من مصادرها الرسمية وخلاص، يعني التشكيك ده هيفضل متواصل ومستمر. ويعني أنا اللي بيجوزني دايما إن مفيش حاجة عاجبة، يعني لو اشتغلت مثلا على حديقة الحيوانات، بس مش من كل الناس، خلي بالك من فئة معينة بتحب تشكك وتحب بالزبط. تقلل من المجهود اللي بيحصل، تحب تقلل من أي حاجة إيجابية ممكن تحصل، تفسرها بتفسيرات تانية. يعني هو دايما بيكون هدفه كده. خلي بالك يوسف برضو أن حديقة الحيوان هي المتنفس الوحيد لفئة كبيرة جدا من الشعب المصري، طبعا. فان انت تطور المنتج ده ويبقى تحت اداره وزاره الزراعه، وتلاقي جميع الحيوانات، وتلاقي فعاليات مختلفه جوه الحديقه، لان طبعا هي مش يعني وجود حيوانات بس، لا ده يعني فعاليات مختلفه، فان ده يتطور ده يحسب للدوله المصريه في الوقت الراهن ده. طب انا هقول لك حاجه، من اكتر من سنه السيد معالي وزير الزراعه سيد بالقصير قابلته مرة، أول حاجة قلتها له والنبي يا فندم حديقة الحيوان أرجوك يا فندم خدوا بالكم منها ومحتاجينها تتطور. يعني الرجل الفاضل يشهد عليه، أنا مواطن، أنا قلت الكلام ده باعتباري مواطن. أنا رحت حديقة الحيوانات وأنا صغير وكلت الجزرة بدل ما اديها للفيل، بس المشكلة مش في كده، المشكلة في إنه مواطن عنده ذكريات في حديقة الحيوانات من وهو طفل، فأول ما شفت وزير الزراعة والنبي قال لي ما تقلقش والله يوسف، وإحنا هنعمل وربنا يسهل وعندنا خطة وعندنا تصور وما إلى ذلك. فلما يحصل كده أو تبدأ الوزارة بالتعاون مع الإنتاج الحربي على كده، ألاقي ناس زعلانة. طيب ولو سبناها تطولها يد الإهمال، يقولوا لا مفيش زرافة ومفيش فيل ومفيش ومفيش، تطولها يد الإهمال، فيجي يقول لك إيه سبتوها لحد ما باظت، اعمل ايه؟ وبعدين اقول لك على حاجه كمان، انت لما تشوف برضو بره في يعني في اوروبا حدائق الحيوان دي بالذات بتبقى طبعا غير ان فيها كل الحيوانات، بتبقى قد ايه فيها مساحات خضراء كتيره جدا طبعاً. بتبقى فيها انشطه ترفيهيه للاطفال كتيره جدا، بيبقى فيها انشطه للاسره عموما. صحيح. فيعني احنا عموما حديقه الحيوان بتاعتنا فعلا احنا كلنا طفولتنا مرتبطة بيها، وهي حالتها ما بقتش طبعا زي قبل كده، فأعتقد أنه دي خطوة في منتهى الإيجابية في منتهى الأهمية. بس لازم زي ما قلت لك في فئة كده بتحب أن هي تشكك في كل حاجة. ربنا يهدي رأي جدتي، ربنا يصلح العاصي، ربنا يهدي العاصي، ربنا يوفقك. ربنا يوفقك النهاردة في الحلقة. شكرا يا دينا وشكرا يا ريهام، وأستأذنكم بقى نبدأ الفقرة.